طيب وين الأولاد؟ قاعدين تحت عم يتفرجوا على التلفزيون. يلا خليني قوم شوي. لا ما بيصير، لازم ترتاح. خلص اتركيني بقى. ما بيصير بولات، ذكر شو قال الدكتور، لازم تنتبه. اصلا كان المفروض تكون هلا بالمستشفى، لا تخلينا نندام. شو رايك تدهني لي تمي فليفله؟ لك ليش عم تبهدليني؟ انا ماني مستغني عنك بنوب، صبر شوي. شو قال الدكتور؟ انا محصور. كيف؟ صار لي شي ساعه محصور، بدي روح على الحمام. لك رح اعملها تحتي، خليني اقوم. ليش ما عم تفهمي علي؟ لك شو بك بولات، ليش ما حكيت من الاول؟ اخ على الحظ، حتى بنروح على الحمام عم اتشنطط وتبهدل. حاسس حالي ولد ولد على مهلك. على مهلك.